لمناقشة تفشي الفساد في مفاصل القطاعات الحكومية في العراق، لا سيما في قطاع النفط وأثر ذلك على المواطن العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكبيسي. دكتور رحيم، مرحبا بكم. يعني على الرغم من وعود الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال، وحتى الآن يصنف العراق دكتور من الدول الأكثر فساد في الدوائر الحكومية. في هذا السياق، يعني ما الذي يمنع من الوقوف أمام هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك. أهلا بك سيد الكريم. وتحياتي لمشاهدي القناة. مع كل الأسف، نعم دكتور، الفساد ينخل في الجسم الحكومي، نعم، في كل القطاعات، ليس في قطاع النفط فقط. ومهما شكلنا من لجان ونزاهة، لازلنا نراوح في مكاننا. لأن مع كل الدول الأخرى، تعاقب من يدفع رشاوى للمسؤولين العراقيين، والمسؤولين العراقيين بعيدون كل البعد عن أي مساءلة. في مسائل النفط، السلطات الأسترالية كشفت أسرار فضائح، دفع مبلغ 24 مليون دولار تحت بند تسهيلات للحصول على عقود. كثير من المدراء في شركة لاتيون الأسترالية وصف هذا المبلغ المدفوع بأنه تاريخ مثير للإشمئزاز وعدم الأهلية وسوء السلوك. محققون بريطانيون يكشفون عن رشاوى بالملايين للفوز بصفقات نفطية في العراق. شهادات فساد تحوم حول عقود النفط. الشركة العربية اللي هي أوابك أيضا أخذت عقود ودفعت رشا لكثير، وهذه ليست المرة الأولى. نحن نتذكر جيدا السفير الفرنسي السابق في العراق، حكم بتهمة تهريب 400,000 يورو عند عودته من العراق، متذرعا بأن هذه الأموال ثمن للوساطة بين شركة عراقية حصلت على عقود فرنسية. في بريطانيا نتذكر الشركة البريطانية التي باعت تعب أطفال، نعم، على أنها أجهزة لكشف المتفجرات. تم ترقية المسؤول العراقي، وحوسبت هذه الشركة التي صدرت هذه اللعب كأنها يعني ساهمت في قتل العراقيين، نتصور يعني. طيب دكتور، صفقه السلاح، نعم دكتور، لو نحكي على اثر ذلك، لو نتكلم عفوا على اثر ذلك، يعني الفساد كما تعرفون طال جل قطاعات الحكومة في العراق. هل الفساد يؤثر على المناخ الاستثماري بالنسبة للذين يريدون أن يستثمروا في العراق، تعتقد ذلك؟ بالتأكيد، لأنه هذا المستثمر أول ما يريد أن يبرم عقدا للاستثمار مشاريع اقتصادية مستقبلية، أول ما يبرم عقد تتصدى له هذه المافيات. كم تدفع لهذه الشركة، لجان اقتصادية لكل المافيات أو لكل من يسمونه بالطبقة السياسية؟ اللجنة الاقتصادية تتحصل على 10% و 15% وربما يصل إلى 20%. قسم من المستثمرين يوافق على ذلك، على أنه سيأخذ المقدمة ويغادر العراق. إذن المسألة ليست مسألة الفساد نخر في الجسم الحكومي ككل، وبالتالي لا استثمار ولا في مستقبل الايام ولا اي شركه. انت تعلم حتى القضاء السويس، هذا قبل قليل انتم نشرتم خبرا ان محكمه التمييز في العراق برأت وزير البلديات السابق واطلقت سراحه، في حين انه عوقب بعقوبه بسيطه. هذا الوزير المرتشي عوقب بسنتين فقط، وتأتي محكمة التمييز وتسقط الحكم، وأن تعرف أن محكمة التمييز هي محكمة قانون، وبالتالي لا 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 جسمة لا رد لحكمها بعد ذلك، فحكمها حكم بات في هذه الحالة. إذن حتى القضاء مع كل الأسف عندما يحكم بعقوبات بسيطة سنة ولا سنتين، إما مع وقف التنفيذ أو يطعن في هذا الحكم لاستئنافا وتمييزا، وبعد ذلك يبرأ لأن الكل شريك، ليس الوزير فقط، الكل شريك. يعني وزير النفط السابق تامر الغضبان
أشير إلى كثير من الفساد لم يحاسب، وغادر الوزارة وغادر إلى استراليا لأنه يحمل جنسية استرالية، غادر وانتهت العملية. العيبي نفس العملية، أشير إلى أنه في سنة 2011 عقود فيها الكثير من الفساد ولم يلتفت إلى ذلك، وحتى الذي يشار إليهم بالأسماء بأنهم فاسدون يغادرون العراق وكأن المسألة انتهت العملية، يكفي استقالته ويكفي مغادرته للعراق لكي لا يحاسب ولا يسأل بعد ذلك. طيب دكتور آثار الفساد على المواطن العراقي كيف تقرؤون تداعياته وأيضا آثاره على المواطن العراقي البسيط؟ المواطن العراقي نستطيع أن نشاهده الآن في الساحات، نعم، في الناصرية، في بغداد، نعم، في البصرة. هذا المواطن العراقي الذي يثور الآن على هذه الطبقة السياسية الكل، لا مجال لإنهاء هذا الفساد الذي نخر الجسم الحكومي إلا باكتساب كل الطبقة السياسية وإحالتها إلى القضاء الخاص، إلى القضاء المختص لقضاة النزيهين. وعند ذلك يجب أن تعاد هذه الأموال، كل هذه الأموال التي هناك التقارير التي تشير إلى أنه ما لا يقل عن 300 مليار دولار تم تهريبها للخارج. هناك 10 مليار استثمرت في العقارات في بريطانيا فقط. مع كل الأسف هذه الدول التي تتغنى بالحرية والديمقراطية والتبييض الأموال، وهي الآن هي تشترك في هذه الجريمة ضد شعب العراق. نعم دكتور، توافق على وصول هذه المليارات تحت بند هذه المليارات تريد استثمارها في مجال العقار ومجالات أخرى. من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.